وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة من القاهرة سعادة النائب محمد السيسي البعينين، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. سعادة النائب، بداية نرحب بك. كما يعلم الجميع، شهدت الزيارة عدة لقاءات رفيعة المستوى تناولت علاقات البلدين الشقيقين، أيضا تناولت تنسيق العمل البرلماني، وأيضا أكيد الحديث عن السلطة التشريعية بشكل عام. سعادة النائب، ما هي أهمية هذه اللقاءات بالنسبة للجانبين؟ بداية أمسي عليكم بالخير من أرض الكنانة، أرض مصر العربية، مصر العروبة، قلب العرب النابض. في اليوم الثاني لزيارة الوفد النيابي برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيسة مجلس النواب البحريني. طبعا التقت معاليها اليوم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وتطرق طبعا للقاء للعلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بقيادة سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسبل تطوير هذه العلاقة والإنجازات التي تحققت في كلا البلدين مؤخرا على صعيد مختلف الأصعدة، وبالذات في مواجهة جائحة كورونا، وسبل تنمية هذه العلاقات مستقبلا. وأيضا التقى الوفد في الفترة التي تليها مع السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتم خلال المباحثات المشتركة وتوقيع مذكرات تفاهم مع الجامعة العربية التي طبعا اشتملت على سبل التعاون بين الجامعة العربية ومجلس النواب البحريني. كذلك في هذا اللقاء تم الإشادة بدور الجامعات العربية كمؤسسة تحضن جميع الدول العربية، تم التأكيد على دورها المحوري في الوحدة العربية وفي العمل العربي المشترك. وأخيرا طبعا تم زيارة مجلس الوزراء المصري، والتقينا طبعا برئاسة معالي السيدة فوزية بن عبد الله زينب برئيس الوزراء المصري كأول وفد خارجي يلتقي في المبنى الجديد برئيس الوزراء والوزراء، في افتتاح طبعا مناسبة افتتاح المبنى الجديد لمجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة. طبعا تم التطرق خلال اللقاء لجميع السبل التي تؤدي إلى تطور علاقات ثنائية بين البلدين، على وجه الخصوص بين مجلس الوزراء وكذلك بين مجلس النواب المصري والبحريني، وتبادل الزيارات مستقبلا. هذه الزيارة أخي الكريم طبعا بشكل عام أثبتت قوة الترابط والعلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، حيث كانت الزيارة عبارة عن مراحل مختلفة من تعزيز هذه العلاقات التي هي أصلا قوية. ولكن هذه العلاقات كما أشارت معاليها وكما أشار أيضا من زرناهم دائما في صعود متوالي منذ البداية إلى اليوم، والله الحمد. يعني اليوم العلاقات المصرية البحرينية تشهد تطور كبير، ولا أدل على ذلك طبعا تبادل الزيارات المشتركة، وإن شاء الله بإذن الله ستكون هناك زيارة أيضا للوفد مجلس النواب المصري للبحرين في المستقبل القريب. وهناك الكثير من سبل تعزيز التعاون المشترك، منها توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس النواب المصري، والكثير إن شاء الله من الخير الآتي للبلدين. في ظل طبعا قيادة سيدي صاحب الجلالة الملك حامد بن عيسى الخليفة الموقع أيده الله، وكذلك فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله. نعم، إذا نعم. من القاهرة سعادة المهندس النائب محمد السيسي البعينين، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، شكرا جزيلا لك.